stature that misrepresents this country, given that this was a non-New Zealand citizen, imperils the future and safety of the New Zealand people and our people abroad, and it's totally unfair. In short, we made it very clear that we oppose terrorism, whatever its shape and form might be, and that we are for a free and open society. And we had a long dialogue on the need for any other country, or Turkey for that matter, to ensure that our country, New Zealand, was not misrepresented. We did not start or bring about this disaster, and they clearly understood that. Oh, yes. I haven't asked that specific question or received any alternative advice. Prime Minister, have you considered a national day of warning in the mix of things? And also, yes. Don't you think people want to see something this Friday? My apologies if I didn't make it clear. Absolutely, there will be a national commemoration and a service held in order for all New Zealanders to gather together and acknowledge the terrorist attacks on Friday. That will absolutely be the case. What we want to ensure... هكذا سوف نتصرف ونريد أولا أن نفسح المجال للعائلات وذوي الضحايا أن يدفنوا ضحاياهم. بعضهم حتى لم يستلموا الجثث بعد، فلهذا السبب هذه الأمور لم تتم برمتها. لهذا السبب هذا القداس أو هذه المناسبة التذكارية لن تتم هذا الأسبوع. آمل أنها تتم قريبا، وسوف أتواصل مع عمدة مدينة كرايستشيرتش لترتيب الأمور. السؤال غير مسموع. الإجابة تقول بالطبع كانت لدينا محادثات مختلفة حول القرار الأساسي، وسوف يكون لي إعلان رسمي في القريب العاجل وقبل اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل. أيضا الأسئلة غير مسموعة. الإجابة تقول اطلعت على هذه التقارير وطرحت أسئلة محددة على وكالاتنا المعنية، وأيضا هم في الماضي كان لديهم تصور ما حول مسألة الاستهداف غير العادل لبعض من يصدر هذه البيانات. لهذا السبب أي قضية فيها تهديد أو فيها حث على الكراهية يتم تتبعها، لكن مع ذلك في ظل الظروف الحالية قرر مجلس الوزراء أن يكون هناك تحقيق لنبحث هذه الأمور، لأن الشعب يستحق أجوبة عن هذه الأسئلة. نحن لم نتخذ قرارا محددا حول طبيعة التحقيق. هناك ثلاثة خيارات: لجنة تحقيق ملكية، لجنة تحقيق عامة، وأيضا النوع الثالث يعطي ربما خيارات أكثر للحصول على المعلومات، لكن كما قلت سوف نتخذ قرارنا حول طبيعة التحقيق والتوقيت، وأيضا ثقة الرأي العام به والتعامل مع المعلومات السرية. هذه هي الأمور التي يجب أن نأخذها بالحسبان. طبعا هناك الخيارات الثلاثة واردة ولم نقرر أيها نختار بعد. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا. No, absolutely not. There isn't. Simply put, there's probably a reason it took Australia.